وثمن شيوخ ووجهاء قضاء بيجي لقاء محافظ صلاح الدين معهم، مؤكدين وقوفهم ودعمهم لمشروعه في الإصلاح والبناء وخدمة المحافظة. سيادة المحافظ، احنا نشكرك شكر جزيل، نشكر السيد القيم مقام والسادة الحضور على تشريفكم لنا وحضوركم وجهاء وشيوخ أهل بيجي، وأوفيتم بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول. احنا ما حد التقى بينا من أي محافظ، أي محافظة المحافظة ما التقى بينا أحد، أنت الوحيد اللي التقيت بينا بهذا المكان وبمكان آخر، فمحافظين مروا علينا مر الكرام، ما شفنا واحد منهم جاء قال ايش عندكم ايش ما عندكم. وبيجي في معلومك سيادة المحافظ رجعت ترى بجهود أهلها وتواصلهم مع الناس وزياراتهم لبغداد، والحمد لله والشكر احنا هسه مطمئنين، واحنا داعمين لك، داعمين مشروعك السياسي اذا عندك مشروع سياسي، احنا كلتنا اخوتك واهلك وقرايبك. احنا هذا المجلس مال شيوخ التكارته يضم المعين، شيوخ المعين الشيخ حمود البداع والبو حمدان والشمر، كلتنا مجموعه واحده الحمد لله والشكر مأتلفين بخدمه هالمدينه هذه، وان شاء الله ما نشوف منك الا الخير، ما تشوف منا الا الخير.